حلقتنا اليوم رح نشوف سوا كيف فينا نحضر طاولة الإفطار، ورح أعطيكم تيبس مني أنا الخاص كيف فيكم أنتم تهيروا هالشي بالبيت مع أفكار جديدة وترندينج هلأ بالسوق. عادة منحط على طاولة السفرة البليس مات يلي هني مفارش الصحون. أنا بحب أعمل طبقات فلحط هول فوق بعضهم. برمضان حلو نستعمل لون النحاسي وألوان الترابية. بالنسبة للكيسين لازم دايماً نحط واحد للمي وواحد للعصير. بالنسبة لإلي ترتيب طاولة السفرة مهم تقريباً قد الأكل إذا مش أكتر، لأنه قبل ما نبلش ناكل منشوف السفرة جاهزة وضيوفكم بس يجوا ويشوفوا هالترتيب تفتح شهيتهم أكتر. وكل شيء دخليته لون النحاسي ودخلت فيه الأبيض، بس كمان إذا منحط فيه تركواز أما لون رصاصي أما لون الأخضر بيعطي شكل كلياً غير وكمان حلو. عن جد جربوا تفننوا لأنه كل مرة بتقدروا تعملوا سفرة كتير مختلفة. وهي طاولتنا لرمضان خلصت، خلطنا القديم مع الجديد والنحاس مع الإزاز وطلع معنا هيك. وأهم شيء التفاصيل الصغيرة مثل هاي إزاز مع الورد مع التمرة على كل صحن تعطي أفكت كتير غير شكل.